أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري أن توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح تشدد دائما على الاهتمام بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. جاء ذلك ضمن فعاليات يوم العمل التطوعي الأول لخدمة المواطنين من كبار السن من المراجعين الذي أقامته الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تحت شعار عيالكم في خدمتكم اليوم الاثنين الموافق 23 من اكتوبر لعام 2017. واوضح الفريق الدوسري ان القيادة العليا لوزارة الداخلية اتخذت سلسلة من القرارات من بينها اعفاء المواطنين من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم شؤون الاقامة. وقد تم اتخاذ سلسلة من القرارات في هذا الشأن من بينها اعفاء المواطنين المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم شؤون الإقامة وتخصيص مكاتب لهم لتسهيل معاملاتهم في كل من الإدارات الأمنية والمرورية والخدماتية التابعة للوزارة. كما توجه الفريق الدوسري بالتحية للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على تجربتهم الرائدة التي تتمثل في تقديم مجموعات من المتطوعين من الشباب والشابات لتسهيل الإجراءات للمسنين بالعديد من الدوائر الحكومية يجري من خلالها تدريب هؤلاء المتطوعين على دعم الكوادر العاملة بها تحسبا لأي طارئ. هذا ومن المقرر أن يقوم هؤلاء المتطوعون من يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر أكتوبر من العام الحالي بالعمل لمساعدة الموظفين الرسميين والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع الجنسي والجوازات وقطاع المرور والإدارة العامة لمراكز الخدمة. وقد قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين إبراهيم طاهر البغلي درعا تذكاريا للفريق محمود محمد الدوسري بهذه المناسبة، كما قدم دروعا تذكارية مماثل للمدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة اللواء أديب محمد السويدان ولمدير عام الإدارة العامة لمكتب وكيل وزارة الداخلية اللواء وائل الرومي ولمدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش ولمدراء مراكز الخدمة وللمجموعات التطوعية المشاركة في الاحتفالية.